عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الراقي المعالج أبو فردوس. الكثير من الناس طرقوا أبواب كثيرة للمعالجين والرقاس لكن دون سبب. الكثير من الناس يشاهدوا في برامج علاجية كثيرة لكن بدون نتيجة أو جدوى. اعلموا يا ناس أنه لا بد من النية. النية محلها القلب. النية محلها القلب، والقلب بيد الرحمن سبحانه يقلب القلوب كيف يشاء. سبحانه الله سبحانه وتعالى هو الشافي وهو الكافي وهو المعافي وهو الذي بيده كل شيء. وأنت تعمل برنامج أو تقرأ قرآن أو تذكر الله عز وجل بنية الشفاء، فاعلم أن الله سبحانه هو الشافي وهو الذي يعلم متى يتم الشفاء. فاصبر وصابر وادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة. يكون لك اليقين التام على أن الله سبحانه سيشفيك ولو بعد حين. واعلم أنه المؤمن مصاب، مؤمن مصاب وبكل وله بكل ذنب، بكل أثر أو بكل ابتلاء أجر وأجور مضاعفة. فاصبر وصابر وتوكل الحي الذي لا يموت سبحانه، وعليك بقيام الليل، وعليك بركعتين في جوف الليل وبدمعتين تبكي على الله عز وجل وهو الشافي سبحانه، ولن يخيبك، وأحسن ظنك بربك الكريم سبحانه. ولكم هذه الفائدة: الشياطين تقول لا إله إلا إبليس، لا إله إلا الساحر، لا ترى في الساحر ولا إبليس إلا ربا لهم. لكنك عندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها بحضور القلب واللسان، فاعلم أن الشيطان يبكي، يقهر، يحرق بهذه الكلمة فأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر، في يوم 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان، كتبت له بها 100 حسنة ومحيت عنه بها 100 سيئة، وكانت له كعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأكثر من هذه الكلمة، والله قوية جدا، أكثر منها 100 1000 2000 3000، وبإذن الله سترى العجب، تبطل أسحار، تبطل عيون، أعين حسد، تقهر شياطين، تدمر حصون، تفجر عقد بهذه الكلمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الآن تعلم، فعليك بالتطبيق واليقين على أن الله سبحانه سيشفيك بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.